ذكرت هو رئيس لجماعة إرهابية وزمرة إجرامية. الشخص اللي ذكرت هو مسؤول عن قتل آلاف المواطنين اليمنيين بالداخل اليمني، هو مسؤول عن معاناة ملايين اليمنيين بالداخل اليمني. الشخص اللي ذكرت مسؤول عن إطلاق الصواريخ البالستية وعلى التحريض على دول الجوار وقتل المدنيين، مسؤول عن استهداف الملاحة البحرية وتهديد الأمن العالمي. كما ذكرت هو رئيس لجماعة ومنظمة إرهابية لا تختلف أي اختلاف عن تنظيم القاعدة أو عن تنظيم داعش، وبذلك هذه نهاية حتمية لأي شخص إرهابي في العالم. محافظة صعدة في الكماشة من الجهة الشمالية، وكذلك من الجهة الشرقية من جهة محافظة الجوف، يستمر الجيش الوطني اليمني في عملية إزالة الألغام في جبهة نهم للاستعداد للتقدم غرباً إلى العاصمة صنعاء. تستمر العمليات العسكرية في محافظة البيضاء لتحرير مزيد من المحافظات، وهناك تقدم واستولت أو حررت الجيش الوطني اليمني بإسناد من قوات التحالف على العديد من النقاط الحاكمة. بتاريخ 21 أبريل 2018 كان هناك عدد 19 سفينة موجودة ومتوجهة إلى ميناء الحديدة، تم إعطاء التصاريح من قبل قوات التحالف، وكانت متواجدة في منطقة الانتظار أو الأنكرج بوينت. لم يتم السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة من قبل الانقلابيين في عملية لتأخير دخول المواد اللازمة والإغاثية إلى ميناء الحديدة بغرض رفع الأسعار وكذلك إيجاد سوق سوداء في الحديدة وغيرها من المناطق اليمنية. كما تلاحظون على العرض هذه أسماء السفن والتي كانت موجودة بمنطقة الأنكرج بوينت. قيادة القوات المشتركة للتحالف تواصلت مع العديد من المنظمات الأممية والمنظمات الغير حكومية فيما يخص سوء إدارة دخول هذه السفن إلى ميناء الحديدة.